ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح اتصدمنا كلنا ان في شاب انتحر من فوق برج القاهره، والشاب ده في هندسه حلوان. وبصراحه الموضوع بقى مخيف جدا اصلا، ان الفتره اللي فاتت دي في ناس كتير قوي بتنتحر، وطلاب كتير قوي بتنتحر. يقول لك ده كان في ثانويه عامه وانتحر، ده كان خايف من النتيجه جدا وكان مضغوطات فانتحر، كان مش عارف في هندسه ايه، كان في طب ايه. دلوقتي بقت المشكله كبيره جدا على الطلاب كاستريس او الضغط اللي عليهم بيوصلهم للاكتئاب، والاكتئاب اخره انتحار. فده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة. وقبل طبعا اي حاجة، الله يرحم طبعا الشاب اللي مات ده، ويا رب يصبر اهله ومامته يا رب يعني، ويكون في الجنة ان شاء الله. ندخل على الانترو على طول. امبارح زي طبعا ما شفنا كلنا ان في شاب في كليه هندسه جامعه حلوان كان فوق برج القاهره ورمى نفسه من فوق قدام الناس كلها. ومش هتكلم بقى عن الناس ما لحقتوش او هو عمل ليه كده والكلام ده، بس احنا نتكلم على السبب الرئيسي ليه، او هو اكيد كان مضغوط عشان يعمل حاجه زي كده او وصل للاكتئاب. فدورنا احنا كناس بنقابل قدامنا ناس زي دول، او ناس مكتئبه او ناس مضغوطه، المفروض نطلع من عندهم ده. يعني المفروض احنا كلنا بنساعد بعض. ففكره اصلا ان انت تبقى عارف حد كده ومش عارف تساعده، او يا عم عادي اكيد يعني مش هينتحر يعني، لا، بتوصل للانتحار في الفتره دي، بتوصل للضغط اللي عنده. اذا كان مثلا في ثانويه عامه، الضغط اللي عنده اللي هو لازم تجيب مجموع عالي عشان احنا بنديك فلوس وبتروح دروس، ولازم كل حصه امتحان، ولازم مش عارف تبقى احسن من ابن خالتك، ولازم مش عارف ايه، كل ده بيبقى ضغوط عليك وانت لسه عندك 19 او 20 سنه، تبقى كل ده فوق راسك، كل ده بتبقى مش قادر تستحمله كل ده. فبتدخل بقى في مود اكتئاب، تدخل في مود ان انت ما بتكلمش حد، تبقى في اوضتك على طول، وبتوصل للانتحار. زي ما احنا ما شفنا السنه دي والسنه اللي فاتت كتير جدا بعد النتيجه بتاعت ثانويه عامه، بنات وولاد كتيره جدا بتنتحر. ودي اول حاجه لازم نفكر فيها، ان احنا لو لقينا حد كده او لقينا حد مكتئب، ما نستهونش بالموضوع، ما نستهونش نقول يا عم ما تكبر يا عم دماغك، انت يا عم انت اكبر من كده، يا عم اكتئاب ياد ما ترجل ياد في ايه، ياد كده استرجل يالا في ايه. يا جماعه الموضوع بيوصل للانتحار، الموضوع صعب جدا فعلا. دي في حاله لو انت عندك صاحب او قابلت حد مكتئب او الكلام ده، المفروض تساعده. تساعده ازاي بقى؟ تساعده ان انت تهون عليه، تساعده ان انت تخليه تسمع له، يعني مش لازم تديله اي حاجه، بس خليه يطلع اللي عنده كله، قول له احكي، قول كل اللي عندك، خليه اللي هو يطلع اللي عنده كله، ما يبقاش مكبوت ومش مطلع كل ده ومضغوط بقى والكلام ده. على الاقل اسمعه، مش لازم تقول له اي حاجه، بس على الاقل اسمعه. وبلاش كلمه معلش، معلش دي اصلا بتعصب اكتر. يعني في حاجه كده كانت بتقول ما معلشنيش، فاهمني؟ يعني اللي هو تبقى كلامك منطقي، حتى لو هتسمعه هو برده طلع اللي عنده كله وقال اللي عنده كله وقال اللي متضايق منه كله، يبقى انت كده حليت اصلا 80% من المشكله. فكره ان انت اصلا كابت جواك ومش عايز تقول اللي خانقك واللي تعبك، دي هي دي المشكله اصلا، هي دي اللي بتوصل اصلا للناس الاكتئاب والانتحار والكلام ده. فانت خلي اللي قدامك يقول اي حاجه مضايقاه، يا عم ما تسمعلوش، بس خليه يتكلم، بس خليه يتكلم وانت مش معاه، خليه يتكلم بس ويطلع اللي عنده كله. طب لو احنا بقى اللي مكتئبين، او احنا بقى اللي متضايقين او داخلين او مضغوطين بقى والكلام ده، الحل يبقى ايه؟ دايما لازم تسال نفسك السؤال ده، هو انا بذاكر علشان الناس تقول عليا بتذاكر، ولا انا بذاكر عشان نفسي؟ هو انا مضغوط اصلا علشان انا مضغوط، ولا مضغوط عشان عايز ارضي الناس بحاجه معينه وانا مش عارف اعملها؟ لو انت لقيت نفسك اللي انت مش عايز تعمل حاجه، او انت بتعمل اصلا الحاجه دي عشان الناس، عشان ترضي الناس، وقف الحاجه دي على طول. الناس كلها عايزه تدخلك هندسه وانت اصلا مش حابب هندسه، ما تدخلش هندسه. ما هتوصل بقى لفكره ان انت عايز ترضي الناس باي طريقه، عايز تخلي الناس راضيه باي طريقه. كلهم عايزين ندخل هندسه، طب ماشي انا هدخل هندسه. كلهم مش عارف عايزين نتجوز البنت الفلانيه وانا ما بحبهاش، خلاص هتجوزها. ما ترضيش الناس، شوف انت عايز ايه واعمله. لو انت مثلا عايز ان انت مثلا تبقى راجل بيزنس، عايز تفتح الشركه بتاعتك وعايز تدخل تجاره، التجاره لا، باباك يقول لك تجاره لا، دي كليه شعب، انت جايبني جايب مجموع اعلام، انت مش حابب اعلام. تاني حاجه لازم نحطها في بالنا، او لازم اللي هو مكتئب يحطها في باله، ان الدنيا دي كلها اصلا فاكس، يعني احنا نقعد بس فتره وهنمشي. فمش مش لازم بقى نحط بقى على نفسنا ضغوطات، الموضوع مش مستاهل. طبعا الكلام سهل، وطبعا اللي هو اي حد هيقول لك كده، بس لو انت جيت فكرت فيها هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. فمش لازم بقى تحط على نفسك الضغوطات وتبقى متضايق والكلام ده، الموضوع فاكس يعني، الموضوع بيمشي. تالت حاجه وهي اهم حاجه تقريبا، وبفكر نفسي قبل ما افكر اصلا اي حد، هي الدين. لو الشخص ده مش قريب من ربنا ومش متدين كفايه هيوصل للمرحله دي. المفروض اصلا كل المشاكل اللي موجوده في العالم حلها في القران وحلها في الدين. اذا كنت بقى مسيحي او مسلم حلها، هتلاقي حلها في الدين عندك. فاللي هو اصلا هتلاقي كل حاجه ليها حل. فاللي هو احنا سايبين الحلول دي كلها، مش بنقرا
مثلا قران مثلا او مثلا مش قريبين من ربنا, فده بيوصلنا لجده ان احنا بنبقى لوحدنا. فاللي هو انت عايز تكمل بقى وبتعاند بقى ربنا واللي هو لا انا هعرف اوصل والكلام ده, لا. لو انت مثلا لقيت نفسك انت مكتئب واللي انت مش قادر تستحمل واللي انت مضغوط, اقرب حاجه ليك بدل ما تروح مثلا تحكي لصاحبك او مثلا تلجأ لحد صاحبك او اخوك او زميلك او زميلتك, لا الجأ لربنا الاول. صلي ركعتين, استخير ربنا في حاجه معينه, هتلاقي ربنا بيرد عليك في الحاجه دي. هو ربنا اكيد مش يعني اللي هو مش سايبك يعني, لا هو مدبر لك كل حاجه, بس انت برضو لازم برضو ترجع له في امور كتيره جدا. اذا ما كانتش اصلا كل الامور لازم ترجع له بيها عشان ربنا يعرف يدبر لك حياتك. وحاجه مهمه جدا, لو انت اب او ام او مدرس بتتفرج على الفيديو ده, ما تستهونش بالطالب او ابنك اللي انت بتتعامل معاه. انت ممكن تزعق مثلا لابنك, انا كهو شاب وعارف اللي بتكلم فيه. الاب والام ساعات ما بيقدروش الضغوطات اللي على الواحد او الضغوطات اللي على ابنهم, اللي هو لا انت لسه عيل عندك 19 سنه اللي انت بتتكلم فيه ده. لا حضرتك انت المفروض الثانويه العامه 7 مواد, والمفروض مطالب اللي انت كل يوم بتنزل ترز وكل يوم بتذاكر وكل يوم بتحط بقى ضغوطات على نفسك اللي انت لازم تجيب مجموع عالي عشان تدخل الكليه اللي هم عايزينهم او الكليه اللي انت عايزها. فبرضه ما تضغطوش برضه على الواحد, عشان برضه احنا طلاب صغيرين وانتوا ابهاتنا وامهاتنا وعلى عيننا وراسنا كل حاجه, بس برضه الموضوع برضه بيبقى ضغط برضه علينا احنا, اللي هو لا خلينا عايزك تجيب مجموع اعلى من ابن خالتك, احنا عايزينك تجيب مجموع اعلى من بنت عمتك, مش عارف ايه. الموضوع بيبقى ضغط علينا احنا نفسيا. وحاجه اخيره, رب طبعا يصبر اب وام الشاب اللي توفى ده, وربنا يرحمه يا رب ويدخل الجنه. ويعني الموضوع مش مستاهل يا جماعه اللي احنا نكتئب وننتحر والكلام ده. طبعا هو الاكتئاب كلنا بنكتئب, وانا كنت بكتئب, وتقريبا معظم الاوقات اللي انا ما كنتش بصور فيها فيديو دي اصلا كنت مكتئب بيها, اذا كان اي سبب بقى, اذا كان دراسه او اهل او اي حاجه. بس برضو حاول برضو نحل برضو المشكله برضو مع بعض. يا رب اكون فدتكم وفدت طبعا الناس بتاعت ثانويه عامه والناس اللي هي مكتئبه, او حاولت على الاقل مثلا ارجع لكم ثقتكم في نفسكم تاني يا رب يعني. ولو نفعك الفيديو ما تنساش تعمل فولو للحاجات اللي هتبقى تحت دي, وتعمل سبسكرايب لو اول مره تدخل عندنا, ولف لفه كده. ولو عجبتك المحتوى اعمل شير, ولو لقيت حد مثلا من صحابك متضايق او مكتئب اعمل له منشن للفيديو ده. وبس كده, رب كلنا نعدي كده على خير في الثانويه عامه. الطلاب طبعا اخواتي اللي في الثانويه عامه, يا رب يعدوا كده على خير ويجيبوا المجموع اللي هم عايزينه. واذا كان الناس المكتئبه او اللي هي زعلانه, يا رب طبعا يتفك طبعا كربها وتبدا فرحانه كده على طول. وبس كده, وكالعاده دوس يا كوتش, سلام عليكم.